الكره الان ملعوبه للسفيري، سفيري بيلعب اماميه لكن بارك بيخلصها، تصل لسير النوبي، كره اماميه امام المرمى، السلام السماوي، بنياس يتقدم على حساب العين في العين وامام مرمى العين بهدف يوسف نياكاتي الذي وضعها في المرمى، اللي لعب في مكه ولعب في جده ولعب في الدمام الان جاي ليسجل لمصلحه السماوي بصناعه السهيل. ابطيت علينا يا نجم السهيل، ابطى علينا الحر، ابطى علينا الهدف، فيها شك لكنها رايحه الى المرمى، يوسف يضعها، بو يعقوب نياكاتي يسجل لمصلحه بنياس، يتقدم الان السماوي باول اهداف المباراه. يا سلام يا سلام يا سلام، كانوا يقولون زمان في رابطه بنياس، بنياسه يا بنياسه، والان بنياسه قوي باسه يسجل في مرمى العين ليعلن عن التقدم باول اهداف المباراه. يا سلام، كنت امتدح بنياس قبل شوي، قبل شوي وبعد الان الكره الى كان الان اللعب بين الخطوط بين الخطوط بين الخطوط بين الخطوط ليحيى امام المرمى امام المرمى، كاكو بذكريات ايكوكو وسكوكو، العيناوي يعدل النتيجه بالقدم اليسرى، استفز العين والعين صاحب ردة فعل دائمة، يعدل النتيجة الآن كاكو بهجمة عيناوية فيها اختراق، فيها اللعب بين الخطوط، فيها هدف عيناوي جميل، هدف عيناوي جميل، يحيى نادر أول أسس، وكاكو بذكريات سكوكو وبذكريات كوكو، تذكرونهم يا العيناوية، يا ما قلنا ويا ما قالوا ويا ما سجلوا ويا ما حطوا ويا ما ويا ما ويا ما، ظهر الورد البنفسجي ليعلن عن نفسه في هذه المباراة ويعدل النتيجة عن طريق كاكو. كاكو الآن دخل أجواء المباراة. آخر كرة كانت قبل شوي كنا نقول الأخيرة، وهذه ما زالت، هذه كرة ترجع مرة ثانية، كوامي يا سلام، لا تعملن الزعيم، لو في عمر المباراة ثانية أو جزء من الثانية، الزعيم ما زال يتنفس، أي أن هناك حياة والحياة تعني مدرجاته ومدرجاته تعني الزعامة. كوامي يسجل على طريقة سالم جوهر في ذكريات الثمانينات والتسعينات، احتفلوا، الزعيم يقلب النتيجة في اللحظات الأخيرة لشوط المباراة الأول، خذها كوامي، سددها كوامي، يحسسك أن الموضوع سهل، يحسسك أن الموضوع بسيط، الموضوع صعب يا كوامي، صعب يا كوامي، السالفة يوم تبغي تقولها وتبغي توصفها صعبة، السالفة صعبة، لكن يحسسك أنها يا سهلة، ويا سلام يا سلام يا سلام، زمان عن شويتة العين وعن مدفعجية العين، رجعوا رجعوا المدفعجية، هذا يذكرنا يذكرنا بالدوس ويذكرنا بسبيت ويذكرنا بالماتادور ويذكرنا بشويته بشويته، كبار للعيناوية. ما نرى الكرة لإيريك، تقدم إيريك لعبها لسفيان، سفيان سفيان يا سلام، أسست محسوب والهدف محسوب، ولابا ما سجل ولكن الزعيم يضرب بالثالث، ثلاثية عيناوية أصبحت صريحة جدا في يوم الحضور الجماهيري الأكبر في تاريخ الجولات، في تاريخ الجولات الأولى يا جماعة، الجولة الأولى والله أنها الجولة الأولى، لا تعتبر
عفوا هذه الجولة الأولى لا تعتبرها جولة من نهائي الرابطة أو من نهائي كأس رئيس الدولة أو حسم الدوري أو مباراة السوبر. الجولة الأولى في استاد هزاع بن زايد كأنها مباراة نهائية في الكرة الإماراتية. سفيان يصنع، عباس يسجل، العين يضرب بالثالث الآن، يتقدم الزعيم العيناوي حسين عباس من كثر ما راقب وكان مع لابا الآن لعب دور لابا وسجل في مرماه. ثلاثية عيناوية حالي، ضربات ركنية، شوف 12 للعين مقابل 2 لبنياس، عالية وعرضية، يا سلام أبو ناموس، من أجل الناموس، من أجل عودة برياس، يا سلام يا أبو ناموس، حطها رأسية يا أخي. هذا دوم أمام الكبار، بالتحديد أمام العين والشارجة، يؤدي مباريات كبيرة أبو ناموس. من أجل الناموس، الكرة الماضية، يسجل من خلالها بنياس الهدف الثاني. 3-2 في يوم غزير الأهداف، شوف هذه الكرة وضعها أبو ناموس، قوية. خالد عيسى حاول أن يتصدى، دخل هو والكرة في المرمى، و3-2 للعين. 3-2